بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، وألا سبيل إلى خروج قط، لأنه أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة، وإن يشرك به تؤمنوا. وقولكم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإيمانكم بالشرك وإن يشرك به تؤمنوا، يعني تؤمنوا بالشرك أو تؤمنوا بالآلهة الباطلة. فالحكم لله العلي الكبير، أي فالقضاء له وحده لا غير. الحكم هنا بمعنى القضاء. فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه، فلا يمكن أحدا رد حكمه وعقابه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته أي من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق وغيرها، وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا. وإفراده بالذكر من بين الآيات لعظم نفعه وتسبب حياة كل شيء عنه، يعني رغم أن إنزال المطر من السماء هو من آيات الله، لكنه خص المطر بالذات بالذكر لما أنه سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والعظم المنة والنفع به. هو الذي يريكم آياته، فالماء من آياته لكنه خص الماء، وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب، أي وما يتعظ بآياته تعالى إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة. يقول السنخطي رحمه الله تعالى: هو الذي يريكم آياته. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه عز وجل هو الذي يري خلقه آياته، أي آياته الكونية القدرية، ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحق فيه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله عز وجل السماوات والأراضون وما فيهن والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار. ومن آيات الله آثار قوم أهلكوا، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وقال أيضا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من أنه هو الذي يري خلقه آياته زاده إيضاحا في غير هذا الموضع، فبين موضع هذه الآيات التي يريها خلقه، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه الحكمة من إراءة الآيات.
وبين أيضا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وزبدها وتمها وأقطها ويلبسوا من جلودها وأقواتها وأوبارها وأشعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ وبين أيضا في بعض المواضع أن من الآيات التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، من بين هذه الآيات المعجزات التي يجريها على أيدي رسله، لأن المعجزات آيات يعني دلالات وعلامات على صدق الرسل، لأن المعجزة تقوم مقام الخطاب المباشر من الله سبحانه وتعالى، يعني بدل أن يخاطب الله الناس خطابا مباشرا بأن يقول لهم هذا عبدي ورسوله ورسولي فآمنوا به واتبعوه مثلا وهو مرسل ما عندي حقا، لكن هذا لا يقع، وبهذا يكون للإيمان يعني عن طريق الإلجاء والقهر، الإنسان إذا كتفت له الحجب وخاطبه الله مباشرة بهذا إذا هذه لا تكون دنيا، تزول حكمة الابتلاء ويجبر الناس على الإيمان. لكن أقدر الأنبياء على خرق العادة بالمعجزات مقترنة بدعوة النبوة كي تقوم مقام قوله تعالى لهم مباشرة: صدق رسولي فيما يبلغ عني فآمنوا به واتبعوه، فبدل أن يقول لهم ذلك قامت المعجزات مقام هذا المعنى. فإذا الله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات التي يريها خلقه أو بعض خلقه معجزات الرسل لدلالتها على صدق الرسل عليهم على نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى في حق فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وبين أيضا أن من آياته التي يريها خلقه عقوبة المكذبين رسله، هذه أيضا من آياته التي يرينا، هو الذي يريكم آياته، من هذه الآيات أنه بين لنا مصير القوم الذين أهلكهم، كما قال عز وجل في قصة إهلاكه قوم لوط عليه السلام: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى آخره، قال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه كانت آيات مفصلات من عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ففي هذه الآية أطلق الرزق، لكن المراد بالرزق هنا المطر، هو الذي وينزل لكم من السماء رزقا، هل النباتات والخضروات والفواكه تنزل من السماء مباشرة أم أن الذي ينزل من السماء هو سبب نمو هذا الرزق وهو المطر، فالذي ينزل من السماء هو الماء المطر، لكنه هنا عبر عن المطر بقوله تبارك وتعالى رزقا، وذلك لما بينهما من الارتباط، لأن المطر سبب حصول هذا الرزق، المطر سبب في حصوله، فهنا أطلق المسبب وأراد به السبب الذي هو المطر. وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة المنافسة بينهما بحيث ينوب هذا عن هذا، هذا أسلوب عربي معروف، وكذلك عكسه إطلاق السبب وإرادة المسبب، يعني مثلا كأن يقول القائل مثلا: أكلوا دم أخيهم. ما المقصود بدم أخيهم؟ الدية. أكلوا دم أخيهم يعني أكلوا الدية التي نتجت عن أن أخاهم قتل فأكلهم إيه؟ هذه الدية. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أكلت دما إن لم أرعت بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة نشري. أكلت دما إن لم أرعت بضرة، هذا يهدد زوجته، أكلت يده على نفسه أنه يأكل دما يعني يأكل دية، إن لم أرعت بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة نشري. العلامة الشافعي رحمه الله تعالى له رسالة تسمى منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وهو القرآن الكريم، يمشي فيها
أن القرآن يكون فيه يعني إيه ما يسميه البلاغيون بالمجاز. فهذه النماذج التي يدعون فيها المجاز هو بيّن أنها عبارة عن أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها ونزل بها القرآن. نعم. فهذا هو الذي يرد الخوان في وجود المجاز. يقول وإطلاق الرزق في آيات المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضع كما قال تعالى في سورة الزافع وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها يعني من مطر. وقال لماذا من رزق يعني هذا الآية توضح تلك التي نحن فيها الآن لماذا وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها واضح. فهل يحتمل أن يكون ما أنزل الله من السماء من الرزق يعني أي شيء آخر غير الماء الطعام والشراب وكذا وكذا ينزل من السماء وكذا حتى لو أن واحد جوز مثل هذا لقلنا له إن قوله تبارك وتعالى فأحيا به الأرض بعد موتها يعين أن المراد به الإيه المطر لأن ما هو الشيء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها لا شك أن هو المطر. فإذا ينبغي أن يفسر الرزق بالمطر. وقال أيضا في سورة البقرة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به أي أخرج بسببه هذه الباء سببية. وقال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. بين أيضا أن الرزق المذكور كامل لما يأكله الناس وما يأكله الأنعام. هذا الرزق ليس فقط للبشر وإنما هو أيضا للأنعام. وعلة ذلك أن نفس الأنعام التي ينمو لحمها ويذر لبنها بعدما يعني تتعاطى هذا الرزق الذي ينزله الله سبحانه وتعالى هذه في الحقيقة هي عبارة عن منفعة تعود أيضا لمن تعود للناس كما ينتفعون بلحومها وجلودها وألبانها وأطوافها وأوبارها وأسعارها كما قال تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال بعض المفسرين إن الأرض الجرز يراد بها مصر أرض مصر لأن أرض مصر هي أصل صحراء ثم قيض الله سبحانه وتعالى لها نهر النيل تسبب في وجود ما يسمى بالدلتا. لذلك من ينظر على خريطة مصر يجد أن الحياة كلها مركزة في منطقة يعني الدلتا نسبة مستغلة من أرض مصر نسبة قليلة جدا يعني 7% بس وإن كانت في السنوات الأخيرة ارتفعت يعني هذا رقعة لكن الشاهد يعني أن هؤلاء الضمنان الجاحدون لنعمة الله الذين يقولون مصر هبة النيل يرددون قولة واحد من جماعة الفراعنة مصر هبة النيل. فهل النيل يعني واهب أم النيل موهوب؟ النيل الله سبحانه وتعالى وهبنا النيل فالنيل هو هبة الله سبحانه وتعالى. أما النيل أن يعبد النيل وتقام الاحتفالات بوفاء النيل وتمثل أساطير الفراعنة من إلقاء عروس النيل في شكرا للنيل على هذا النعمة وكل هذا الكلام هذا شرك وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله سبحانه وتعالى وأصبره على أذى خلقه. فمع كل هذا الإصرار على الشرك وعلى نسبة النعم إلى غير مزديها وهو المنعم بها لكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويدفع عنا الضر ويجد لنا النعم صباح مساء لعلنا يعني نستعتب ولعلنا نتوب إليه. فالنيل يعني وهذا التفسير في الحديث غير صحيح يعني هو مصر يعني النموذج بتاع مصر يدخل في ذلك لكن الآية أعم أولاً يروا أن نسوق الماء من أين يأتي الماء من شوف إن المسافات بعيدة في الجنوب هناك بحيرات سوريا وهذه الأشياء والمنابع النيل في أثيوبيا وهذه الأماكن يأتي الماء من أقصى هذه الأماكن إلى أطرافها هنا في مصر وفي غيرها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به أي لهذا الماء زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات فيه تسيمون أي تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير أن تتكلفوا لها مؤونة العلف. أيضا وينزل من السماء
رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الناس ما يتذكر منهم كما ما يتذكرون يعني ما يتبعهم ما يتبعهم بهذه الآيات المشار إليها آنفا بقوله والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. قلنا إنه ذكر الآيات أولا عامة ثم خص منها نعمة الماء لأنه سبب الحياة، ثم أشار تبارك وتعالى أنه لا ينتفع بإراءة الآيات ويتبعه بها إلا من ينيب، أي إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى الإنابة إليه، والإنابة هي الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. وهؤلاء المنيبون المتذكرون المبتعرون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال المذكرون في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب أولي العقول. وقال تعالى في سورة إبراهيم وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآية آية المؤمن دلت هي وما في معناها على أن غير أولي الألباب المتذكرين المذكورين آنفا لا يتذكر ولا يتذكر بالآية، واضح؟ لأن الآية وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب نفس واستثناء، فحضر الانتفاع بالموعظة والتذكر في حق هؤلاء العقلاء المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى، فيفهم منه أن غير أولي الألباب لا يتذكرون ولا يتذكرون بل هم في الحقيقة يعرضون عنها أشد الإعراض، كما بين ذلك قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى وإن يروا آية يقولوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال تعالى وإذا رأوا آية يستسخرون. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم يقول تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي فاعبدوه مخلصين له الدين. قلنا من قبل مرارا إن هاتين الكلمتان تعتقدان يتبادلان المواقع، كلمة العبادة وكلمة الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقلنا من قبل مرارا إن العبادة في حد ذاتها هي فيها معنى الدعاء، لماذا؟ لأن العبادة ما هدف الإنسان من العبادة؟ ماذا؟ إنه يعبد الله يطلب لذلك ثواب الله، يطلب عن طريق العبادة ينتظر الثواب. فإذا كلمة يطلب الثواب هذه نفس ما يقصد بالدعاء، الإنسان يطلب ويسأل الله سبحانه وتعالى. أما العبادة فهي تستلزم أيضا الدعاء لأنها في الحقيقة طلب ثواب هذه العمل الصالح من الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فألا لله الدين الخالص أي من سوائل الشرك. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، فادعوا الله مخلصين له الدين عن شوب الشرك. ولو كره الكافرون يعني ولو غاضهم ذلك، ولو غاضهم ذلك. ثم قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، يقول في التفسير رفيع الدرجات يعني رفيع درجات عرشه، رفيع درجات عرشه يعني أن عرش الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات عاليها، كقوله عز وجل ذي المعارج من الله ذي المعارج، وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش، مصاعد الملائكة التي تصعدها إلى أن تبلغ العرش، وهي دليل على عزته وملكوته. يعني إن كان العرش نفسه رفيع الدرجات فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العصر. ف يعني هذا تفسير، وهي دليل على عزته وملكوته، او هو
عبارة عن رفعة شأنه وعلو سلطانه وكمالاته غير المتناهية. فإما نقول رفيع الدرجات يعني الله سبحانه وتعالى نفسه هذه يعني العبارة تعبر عن رفعة شأنه وعلو سلطانه وكمالاته غير المتناهية، فإنها رفعة أو رفيع الدرجات رفيع درجات عرشه كما قلنا. ذو العرش يلقي الروح، يلقي الروح أي الوحي والعلم اللدني، العلم اللدني والوحي، لأن العلم اللدني يأتي من لدن الله وعلمناه من لدنا من عندنا علما، فهو العلم أو الوحي الذي تحيا به القلوب الميتة، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أي أهل عنايته الأزلية واختصاصه للرسالة والنبوة، لينذر يوم التلق أي ينذر يوم القيامة الكبرى الذي يتلقى فيها العبد بربه ليحاسبه على أعماله أو العباد. يقول السفتي رحمه الله تعالى قوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. سمي الوحي روحا، يلقي الروح يعني يلقي الوحي من أمره، لكن لماذا سمي الوحي روحا؟ لأن بالوحي تحيا الأرواح كما أن بالغذاء تحيا الأبدان، فالوحي حاجة الألباب لا استغناء لهم على الإطلاق عن الوحي من السماء، واضح بدرجة أقوى من شدة حاجاتهم، يحتاجون إلى الوحي أشد مما يحتاجون إلى الماء والشراب والهواء، فالوحي لأنه به حياة الروح سمي روحا، يلقي الروح أي الوحي من أمره. والدليل على ذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. مما يدل أيضا على أن الروح هو الوحي أن الله سبحانه وتعالى قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فطبعا هذا واضح جدا المقصود بالروح هنا الوحي، يعني الروح تطلق على أكثر، تطلق على حياة كثير، تطلق على جبريل، تطلق على الروح التي هي حياة الإنسان وغير ذلك من الإطلاقات، لكن من الإطلاقات هي أنها تطلق على الوحي كما في آية السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي القرآن الكريم. وقال أيضا في أول سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أن أنذروا يعني هؤلاء العباد الذين هم الرسل المتقين الأخيار، أن أنذروا ينزل عليهم الوحي الروح، أن أنذروا يعني كي ينذروا الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن لو ربطنا بين كلمة ينزل الملائكة بالروح أن أنذروا، فلا بد ان نفهم ان المقصود بالروح هنا الايه يعني الوحي، لان الانذار لا يكون الا بالوحي كما قال تعالى قل انما انذركم بالوحي، قل انما انذركم بالوحي، فالنذارة تحصل بالوحي. كذلك هنا في ايه المؤمن قال تعالى يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، اذا الروح يلقى الى اناس مختصين وهم الرسل. لماذا؟ لينذر يوم التلاق. فإذا هذا أيضا مما يؤكد أن الروح معناه هنا الوحي، لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كما قال تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. وقال أيضا عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء يبرز في هذا الموقف. وقال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يوم هم بارزون أي من قبورهم، أو يعني إما بارزون يبرزون من القبور، أو بارزون بمعنى ظاهرون. ظاهرون لا يسترهم شيء، لا يوجد أي شيء يستر الإنسان فيه، لا واحدة في الأرض خندق ولا كل مرتفع بحيث يختبئ وراءه، ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء. يوم هم بارزون يعني ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو بناء. لماذا الأرض تبدل؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. لا يخفى على الله منهم شيء، أي من أعمالهم وأعيانهم وأحوالهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ينادي به الحق سبحانه وتعالى عند فناء الكل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ ينادي الله سبحانه وتعالى حينما يفنى الجميع، أو أن هذا النداء يكون وقت التلاقي والبروز. يبقى إما أن الله ينادي هذا النداء لمن الملك اليوم حين تموت الخلائق أجمعون كلهم يموتون، أو أن هذا النداء يحصل وقت التلاقي والبروز في يوم البروز يوم القيامة، فيجيب هو وحده عز وجل، يجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. لله الواحد أي المنفرد بالملك عز وجل، القهار أي الذي قهر بالغلبة كل ما سواه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، أي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني بإيصال ما يستحق كل منهم إليه من تبعات سيئاته وثمرات حسناته، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة أي الواقعة القريبة، الآزفة أي الواقعة القريبة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب يعني من أهوال هذا اليوم ترتفع القلوب عن مقارها فتصير لدى الحلوب، فالقلوب ترتفع من مكانها الطبيعي إلى أن تشغل مكان الحلق من شدة الفزع والأهوال التي يلقونها. كاظمين أي ممتلئين غما بما أخرطوا من الظلمة. ما للظالمين من حميم أي قريب يهتم لشأنهم فيخفف عنهم غمومهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهم يصرخون أيضا في النار ومن يعني ثبورهم أنهم يقولون إيه ما لنا، فما لنا من إيه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذا يدل على أن الصديق الحميم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، لأن من عذاب الكفار أنهم يحرمون هذا. فيقول عز وجل هنا: ما للظالمين من حميم أي قريب يهتم لشأنهم فيخفف عنهم همومهم، لا أبا ولا ابن ولا صديق ولا شفيع يطاع، أي شفيع يشفع في تخفيفها عنهم، لأنه لا تقبل شفاعة فيهم، لأنه لا تقبل فيهم شفاعة، لأن الشفاعة لا تحصل إلا بإذن الله أولا، ثانيا لا تحصل إلا برضا من الله سبحانه وتعالى عن العبد الذي يعني يشفع فيه. يقول السنتفي رحمه الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. قلنا الآزفة هي الواقعة القريبة، لكن السنتفي رحمه الله تعالى يتوقف عند لفظة أنذرهم. يقول: الإنذار الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. فيعني الإعلام منهم هو إعلام مقترن بتهديد فهو يعني الإنذار، ومنهم ما لا يقترن بتهديد، لكن الإنذار بالذات هو عبارة عن إعلام مقترن بتهديد. يعني أيهما أعم؟ الإعلام. وأيهما أخف؟ الإنذار. إذن كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. لماذا؟ لأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة. كان قد تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا المعنى الصيغة بكلام طيب لا بأس من أن نتلوه، حينما كان يفسر سورة الأعراف، حيث فسر قوله تبارك وتعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
يقول لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لم يبين هنا المفعول به لتنذر، لتنذر به لم يقل تنذر من، لكنه بينه في مواضع اخرى كقوله تعالى وتنذر به قوما لدا، وتنذر به قوما لدا، وقوله تعالى تنذر قوما ما انذر اباؤهم، وغير ذلك من الايات. هذا فيما يتعلق بالمفعول به، لكن نزيد فنقول هذا فيما يتعلق بالمفعول به الاول، لان تنذر تتعدى الى مفعولين، فاين المفعول الثاني؟ لتنذر به مثلا قوما لدا، او قوما ما انذر اباؤهم، او تنذر به الكافرين مثلا. اما المفعول الثاني للانذار فقد بينه في ايات اخرى كقوله تعالى لينذر باسا شديدا من لدنه، وقال تعالى فانذرتكم نارا تلظى. هنا ذكر المفعولان فانذرتكم، الكم هذه ايه؟ مفعول اول، نارا مفعول ثاني، تلظى. وقال تعالى انا انذرناكم عذابا قريبا، الى غير ذلك من الايات. وقد جمع تعالى في هذه الايه الكريمه بين الانذار والذكرى، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فقال هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فكون من ذلك ان الانذار للكفار والذكرى للمؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى فانما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، فللمؤمنين البشرى، لتبشر به المتقين وتنذر اي به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر بالقران من يخاف وعيد. لكن هل معنى ذلك يعني قد يحصل اشكال عند بعض الناس، يعني بعض الايات فيها ان الانذار خاص بالكافرين وان الذكرى خاصه بالايه؟ بالمؤمنين مثلا، او البشرى للمؤمنين. قد جرى السؤال الكلام على ان الانذار للكفار وان الذكرى للمؤمنين. هناك بعض الايات قصر الله سبحانه وتعالى فيها الانذار على المؤمنين دون غيرهم، على المؤمنين دون غيرهم. كما قال تبارك وتعالى انما تنذر من استمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. فما الحكمة او ما الجواب؟ اي نعم، فالكلام هنا المقصود به من ينتفع بهذه الذكرى. انما تنذر من اتبع الذكرى، يعني تنذر انذارا ينتفع به ويترتب عليه الايمان والعمل. من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. يقول لانه لما كان الانتفاع بالانذار مقصورا عليهم صار الانذار كانه مقصور عليه، لان ما لا نفع فيه فهو كالعدم. ولذلك بواقع في القران يصف الكفار بانه لا عقل لهم، وانهم لا يسمعون ولا يبصرون، وان كانت لديهم الحواس، وان كانوا يسمعون ايات القران ويسمعون النظاره، لكنهم لا يسمعون سماعا يترتب عليه الانتفاع بهذا السماع. فصاروا قد عطلوا هذا العقل وهذه الحواس عن الوظيفه التي خلقت من اجلها، وهي الاهتداء الى الايمان. فلما عطلوا عقولهم وحواسهم عن اهم وظيفه خلقوا من اجلها، بل الوظيفه الاولى التي خلقوا من اجلها وهي ان يعبدوا الله وحده ولا شريك له، صاروا كانه لم يكن لهم عقول، صاروا كما قال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. من اساليب اللغه العربيه التعبير عن قليل النفع بانه لا شيء، يعني لما يكون عندك بيت مثلا واكل شيء يسير تقول له ايه؟ انت ما اكلتش، احنا هنرجع الاكل كما هو، مع انه اكل، يعني اللي هو انت طلب، لكن تقول له ايه؟ تعبر عن الشيء القليل كانه كلا شيء، واضح؟ هذا من التقريب للسبل الاذهان. فكذلك احفظ هذا التعبير، مهم جدا في كثير من مواضع التفسير نحتاجه. من اساليب اللغه العربيه التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء، التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الإنذار يطلق في القرآن الكريم إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، جميع الناس قم فأنذر.
فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انذار عام لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. هذا الانذار العام هو الذي كفر على المؤمنين قصرا اضافيا في قوله تبارك وتعالى: انما تنذر من اتبع الذكر، يعني تنذر الذي اتبع الذكر. لماذا كفر على المؤمنين في هذا الحال؟ يعني هذا من الانذار العام، لكن في التعبير بس فقط اضيف للمؤمنين فقط. لماذا؟ لانهم هم المنتفعون به دون غيره. النوع الثاني من الانذار انذار خاص بالكفار، لانهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القران مبينا انه خاص بالكفار دون المؤمنين، كما في قوله تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقوله هنا لتنذر به اي الكافرين، وذكرى للمؤمنين. والانذار في اللغه العربيه الاعلام المقترن بتهديد، فكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذارا. يقول تبارك وتعالى: وانذرهم يوم الآزفة. وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول السلطفي رحمه الله تعالى: والظاهر أن قوله تعالى يوم الآزفة، من يعرف يوم؟ أحسن مفعول به كان شخص من الكلمين نتعدى المفعولين. وأنذرهم أين الأول؟ هم. وأنذرهم أنذرهم إيه؟ يوم الآزفة. هذا هو الظاهر، الظاهر أن يعني يوم الآزفة هو المفعول الثاني للإنذار. طيب في أحد الإخوة قال ظرف زمان: وأنذرهم يوم الآزفة. هذا كلام قيل، لكن مين يناقش هذا الاحتمال؟ صحيح، يعني اذا تاملنا الايه اللي هو بيقول ان هي ظرف، يبقى معناها ايه؟ كان الامر بيقول ايه بقى؟ وانذرهم يوم الازفه، يعني يوم القيامه حين تكون يا محمد عليه السلام موجودا وهؤلاء الكفار موجودين في هذا الوقت يوم القيامه، يعني قم وانذرهم. هل هذا يترتب عليه شيء؟ اخيرا ليست داره تكليف. فالاظهر ان قوله تعالى وانذرهم يوم الازفه يعني خوتهم يوم وهددهم بالعذاب الذي يلقونه يوم الواقعة الفريدة. فالإنذار والتخويف من يوم القيامة، الإنذار والتخويف من إيه؟ من يوم القيامة، إنما يحصل في دار الدنيا، لا يحصل يوم القيامة نفسه. والآزفة أي القيامة، أي أنذرهم يوم القيامة بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. إذا لماذا عبر عز وجل عن القيامة بالآزفة؟ لأجل أذوفها، أذوفها أي قربها، الأذوف القرب. والعرب تقول أذف الترحل بكسر الزاي، كما قال أبو العتاهير: يا نفس قد أذف الرحيل وأظلت الخطف الجليل. فأذف الترحل اقترب الرحيل. نعم. ويقال أيضا أذف، أذف بفتحتين على القيام. يقول نابغة ذبيان: أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. أي نعم. والمعنى وأنذرهم يوم الآزفة أي خوفهم يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من اقتراب قيام الساعة جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى: أذفت الآزفة، الواقعة القريبة، أذفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال في السورة: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلون. وقلنا من قبل مرارا إن كل ما هو آت فهو قريب، البعيد هو الذي لا يأتي، البعيد ما ليس بآت، أما كل آت فهو قريب.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. من يعرض إذ هي بدل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. إذ بدل من إيه؟ من يوم. إذ بدل من يوم. إذ القلوب، القلوب جمع قلب، والقلب معروف. لدى الحناجر كاظمين. القلب سمي قلبا ليه؟ لأنه يتقلب، لا يثبت على حال إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. وما سمى الإنسان إلا نفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: للقلب أو لقلب ابن آدم أشد انقلابا، أو أشد تقلبا من الفدر إذا تجمعت غليانه. الفدر حينما يغلي ما فيها من الفائل ويضطرب ويتحرك، كذلك القلب لا يثبت على حال إلا أن يثبته الله عز وجل. وقال أيضا: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلا تكلمها الريح ظهرا لبطنه. فالقلب لو صورت الإنسان لو وكل إلى نفسه، قلبه لا يثبت على شيء أبدا، يضطرب ويتحرك ويتجول إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة دعائه أو لزوم هذا الذكر، قال: ما من قلب إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لدى ظرف بمعنى عند. لدى الحناجر، الحناجر جمع حنجرة وهي معروف. ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت فيه علماء التفسير وجهان معروفان. وطبعا هذه الأمور على حقيقتها، يعني المفروض أن الراجح أن الظاهر أن تؤخذ هذه الأشياء على يعني حقيقتها، يعني كما قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ونحن أن المجرمين يحشرون على وجوههم على نعم عميا وبكنا. أي نعم، أي نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثم أي نعم. يعني لما تعجب بعض الصحابة من كيف يمشون على وجوههم، قال: الذي أنشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فإذا قد تستغرب أنت المنظر أن واحد يمشي على وجهه. نعم، يعاقبه الله بأن يمشي على وجهه. كيف؟ الله قادر على كل شيء. كذلك إذا أسفل من ذلك أن القلب، الظاهر أن القلب من شدة الفزع يتحول عن مكانه في الجانب الأيسر تقريبا من الصبر إلى الحناجر، من شدة الفزع يعني يتجه يعني ينتح القلب إلى أعلى. فهذا الظاهر أنه حقيقة ويعني على ظاهره، لكن يقول السلفي هنا إن لعلماء التفسير في هذا وجهان: أحدهما ما قاله قتادة من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في الصدور، تتحرك من مكانها في القبر إلى أن تلتفق بالحلوق فتكون لدى الحناجر. يعني طبعا الحنجرة بالنسبة للقلب مثل عنق الزجاجة، ضيقة جدا، واضح؟ فما تحتها سعة وما فوقها سعة، يعني لو خرج القلب أصلا سيخرج إلى سعة، ولو نزل مرة ثانية سينزل إلى سعة، لكنه يبقى في هذا المكان الضيق. فلذلك يعني ترتفع من فزعهم وأهوال يوم القيامة، ترتفع قلوبهم من أماكنها في الصدور حتى تلتفق بالحلوق فتكون لدى الحناجر. فلا هي تخرج من أفواههم فيموت، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفس. وهذا القول هو ظاهر القرآن. الحقيقة جاءنا الآن ما يلي، يعني فكرة طرأت لي الآن وأنا حريص أن أتكلم عليها أكثر مرة بس ما جاءت مناسبة، فتقريبا الموضوع هنا مناسب بس تحذير، لأن بيحصل على الجهل بعض الناس مصائب كبيرة جدا. يعني اللي بيحصل ان بالنسبه لبعض الناس يعني يتقبضون ولا علم لهم بالسبب. كثير جدا من الناس وبالذات الاجيال القديمه شويه عندهم اعتقاد ان اللي يجيله لوز يبلع بيضه مسلوقه،
أو ثمان ثمار، فحصل أكثر من حادث قطع في الفترة الأخيرة بسبب هذا الكلام الجاهل. يعني إن كان واحد برضو جاء عنده اللواء هذا فرح قال له إيه جاب بيضة من السوق قال له ابلعها وهتبقى زي الفل. فهو طبعا يعني هو إيه هو حية ثعبان يبنى البيضة، فحاول يترعاها طبعا البيضة جت في الـ في الـ في الـ في الزور هنا في الحلقة طبعا اتحبست، يعني بيضة قد كده مسلوق حط طبعا طبعا هيحصل ايه ان هي المريء هيضغط على القصبة الهوائية وبالتالي هيموت مختلفا هيسد المجرى مجرى التنفس فمات هذا الشاب لما جت الاسعاف كان اختنق. واضح هذه حالة. حالة ثانية ايضا حصلت قريبا نفس الوصفة البلدي هذه بايه بطماطمتين قالوا بس طماطمتين وتبلعها زي ما هي من غير ما نضغها، يعني مش قطع الطماطم ده يبلعها زي ما هي كأن الحاجة دي تبت التهاب بيتعالج بمضادات حيوية مش ان هو يقول له ابلع بيضة او. فالحقيقة انا يعني كنت اتكلم امام بعض القريبات اللي اختبار في السن قالت ايوه ما ده صح ان فعلا عند الوز يبلع بيضة. واضح فعلا يبدو ان العقيدة دي موجودة فعلا حد سمعها ولا انا شيء غريب. فخلي بالكم ده كلام خطير، ده قتل قتل الانسان يعني طيب قتل خطا يعني بس الامر مش بال ان الانسان يتكلم هذه الوصفات الغريبه اللي بتطلع دلوقتي. فلازم التنويه لان من زمان عايز انبه الناس تكون في حذر حتى لا يلتقى وراء هذه الاشياء. فنعود للاسلام من جديد. هذا هو القول الاول او الوجه الاول بالنسبه لتفسير قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالقول الاول ان القلوب كما قلنا كما قال قتاده ترتفع من مكانها في الصدور حتى ترتفع بالحلوق فتكون لدى الحناجر. فما الروعه في هذا التشبيه او في تصوير فظاعه هذا الموقف، لان القلوب لما تكون محبوسه القلب اللي هو مثل حجمه قد قبضه اليد كده اما يوضع في الحلق فلا هي تخرج من افواههم فيموتوا ولا هي ترجع الى اماكنها في الصدور فيتنفسوا. والتعبير بسيط ان كل يقول فيتنفسوا تعبير بسيط لانها اذا وجدت عند الحناجر فيسد المجرى التنفس. وهذا القول هو ظاهر القران ان القلوب فعلا تتحرك وتنتقل من مكانها لتكون ايه عند الحناجر. الوزن الثاني ان يكون المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شده الهول وفظاعة الأمر. وعليه فالآية كقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا هذا الزلزال هل هو زلزال حركة الأرض؟ لا، هذا الزلزال زلزال خوف وزلزال فزع. كذلك هنا وبلغت القلوب الحناجر هو تعبير عن شدة الهول وفظاعة الأمر. فتحمل هذه الآية على تلك، فيحمل في الوجه الثاني من التفسير قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أنها إيه مثل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر. يعني هل الصحابة في غزوة الأحزاب فعلا القلوب انتقلت من الصدور إلى أن ملأت الحناجر؟ لا، واضح. لكن هذا يعني إيه يقصد به بيان شدة الهول وفظاعة الأمر. فهذا فيما يتعلق بالقولين، والقول الأول أقرب إلى ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين يعني مكروبين ممتلئين خوفا وغما وحزنا. والكظم تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ويضيق به. والعرب تقول كظمت السقاء إذا ملأته ماء وتبسته عليه، ملأته بالماء ويعني ربطه فتكون انا قد كظمت السقاء. فكذلك قلوبهم تمتلئ من الهم والغيظ والخوف والحزن حتى يعني تملا القلب جدا ويضيق القلب بما فيه من كثره هذه المشاعر. بعض المفسرين فسروا قوله تعالى اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قالوا يعني ساكتين. طبعا هذا لازم لازم من ايه من القول الاول، لان فعلا اذا احنا قلنا ان الضغط على القصبه الهوائيه هيمنع التنفس فمش هيقدر يتنفس، فاللي ما يعرفش يتنفس كان ابتدى يتكلم وقالت الكلام هي الايه؟ الهواء مع الحناجر، لا في هواء والحناجر مكانها مملوء بايه؟ بهذه القلوب.
فإذا لا يتعارض قول بعض المفسرين إن معنى كاظمين يعني ساكتين مع ما ذكرناه، لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام فلا يقدرون عليه. ومن إطلاق الكرم على السكوت قول العجاج: ورب أسرار حجيج كظمي عن اللغة ورفث التكلم. ورب هذه الواو ورب ورب أسرار حجيج كظمي، كظمي معناه هنا إيه؟ ساكتين، أسرار من الحجاج ساكتين. ما الذي يمنعهم من السكوت وهم محرمون أو هم في طريق إلى الحج أو أثناء مناسك الحج؟ لماذا يسكتون؟ كظمي ورب أسرار حجيج كظمي عن اللغة ورخص التكلم، لأن من أداب الحج أن يمسك عن اللغو والرخص، وهو الكلام المتعلق بالجماع. فهذا شاهد لمعنى كاظمين معناها ساكتين ولا يتعارض مع ما ذكرناه من قبله. يرجع إلى هذا أيضا معنى قول من قال كاظمين أي لا يتكلمون إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى وقال صوابا، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب ما إعراب كاظمين؟ حال من إيه؟ من أصحاب القلوب. إذ القلوب من الحناجر كاظمين، هل القلوب هي اللي كاظمين ولا أصحاب القلوب هم كاظمين؟ يعني هي حال من أصحاب القلوب، يعني أصحاب هذه القلوب التي تكون لدى الحناجر حالهم أنهم يكونون كاظمين. والتقدير: إذ القلوب لدى الحناجر، أي إذ قلوبهم، مش القلوب بقى، أقول إيه؟ إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين، أي ممتلئين خوفا وغما وحزنا. ولا أبعد أن يكون حالا من نفس القلوب، لأنها وصفت بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى حاكا عن يوسف عليه السلام: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، في غير القرآن بنقولها إيه بقى؟ رأيتهم لي ساجدين. في غير القرآن نقول إيه؟ يعبر عنها بالعقلاء، ضمير العقلاء غير العقلاء، تكون في غير القرآن إيه؟ رأيتها لي ساجدة، واضح. لكنه في هذه الآية الكريمة أطلق على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله: رأيتهم لي ساجدين. والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء، وهي صفة السجود، لأن الذي يسجد إيه؟ هو العاقل. فمن ثم لما وصفت بالسجود واضح تاغ وصفها التعبير عنها بضمير العقلاء، فقال: رأيتهم لي ساجدين. وهذا يعني أيضا يجوز أن يكون كاظمين حال من القلوب نفسها، لأن إذا كانت وصفت بالإيه؟ يعني إذا كانت القلوب وصفت بالكظم واضح، فيعني يجوز أن يكون كاظمين حالا من القلوب نفسها لا من أصحابها. ما للظالمين من حميل ولا شفيع يطاع، أي يقول السنفطي نظير ذلك أيضا قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين، هو أطلق الأعناق لكن يقصد بالأعناق ماذا؟ أصحاب الأعناق، لكن العنق نفسه مجرد العنق عمله أيضا معاملة إيه؟ العاقل. فقال: فظلت أعناقهم لها خاضعين، من نفس الباب. وكذلك منه أيضا قوله تعالى: قال فأتينا طائعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.